تواصل مديريات الشرطة في محافظات المملكة دورها المستمر في تعزيز الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال حملات إنفاذ القانون التي تؤكد أهمية ارتداء الكمامات في المحلات التجارية والأماكن العامة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار تأمين أقصى معدلات السلامة للجميع. أخذت وزارة الداخلية على عاتقها ممثلة في المديريات الأمنية توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لمواطني ومقيمي المملكة. وفي هذا الإطار تستمر مديرية شرطة المحافظة الجنوبية في تطبيق حملات إنفاذ القانون للتأكد من تنفيذ القرارات الإلزامية الصادرة، حيث يعتبر لبس كمامة الوجه أحد أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لكبح انتشار فيروس كورونا. مديرية شرطة المحافظة الجنوبية ما زالت مستمرة بتنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ورصد المخالفين الغير ملتزمين بارتداء الكمام، اللي بلغ عدد المخالفات غير ملتزمين من بدء تطبيق القرار إلى يومنا هذا 1594 مخالف تم مخالفتهم، وأيضا تم توعيتهم بمخاطر عدم التزامهم بلبس الكمام ولبس الكمام بالطريقة الصحيحة. ونوصي جميع المواطنين والمقيمين أخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية وتنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات وأخذ مسافة الاحتياط في الأماكن المزدحمة مع لبس الكمام، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. عدم ارتدائك للكمام في الأماكن العامة والمحلات التجارية يعتبر مخالفة، ولبسك له وقاية لك وللجميع كل الموجودين في السوق ولا في أي مكان عام. بس عطني البطاقة الذكية راح تدخل مكان مغلق ويستعملها أكثر من شخص، فوقايتك وقاية الجميع والتزامك لصحتك أول شيء، خوفا عليك راح أحرر لك مخالفة، بس عطني السبيار. إن الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية مسؤولية كل فرد في المجتمع، وذلك لحماية نفسه وأسرته ومجتمعه، إذ إن الجهود الفردية تسهم في دعم الجهود الوطنية لخلق مجتمع معافى من هذه الجائحة.